أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم مجددا في فقرة زوم والتي نخصصها لآخر التطورات الميدانية للصراع المتواصل في ليبيا. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستقبل الدكتور محمد بن حمو رئيس الفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية. أستاذ أهلا بكم. في ليبيا صراع محتدم على المواقع النفطية على الموانئ النفطية تحديدا، وهناك حديث عن ربما سيطرت جماعة مسلحة على أحد هذه الموانئ أو ربما ميناءين هما السدرة وراس لنوف. المعلومات ربما متضاربة نوعا ما من سيطرة تفتكها من سيطرة خليفة حفتر. ما حقيقة الوضع الميداني؟ حقيقة الوضع الميداني أن قوات خليفة حفتر أظهرت بأنها عاجزة على الاستمرار في فرض سيطرتها على الشريط النفطي، وأظهرت كذلك بأنها على عكس ما قدمته في السابق من صورة، وما قدمه كذلك خليفة حفتر بأنه رجل المرحلة وأن له القوة والقدرة على فرض سلطته على يعني ليبيا وعلى المناطق التي يوجد بها بعض الجماعات المسلحة أو كذلك يعني الجماعات الإرهابية. فبالتالي هذه السيطرة على راس لنوف بالأساس وربما السدرة كذلك تؤكد بأن هذه القوات لم تكن في مستوى رد هذا الهجوم الذي قامت به جماعة مسلحة، يظهر من خلال توجهاتها وكذلك يعني ما تعرف من مقاتلين بأنها يعني جهادية أو راديكالية بالأساس. وهذه الجماعة من خلال هذه السيطرة أكدت بأن لها قوة ضاربة مكنتها من يعني هزم قوات حفتر في هذين الميناءين. ثم هي كذلك عملية تؤكد بأن الأوضاع الليبية غير مستقرة وبأن تفاعلات داخل المشهد الليبي يعني لا زالت تعاني من الكثير من الهشاشات، وأن هناك غياب يعني موازين واضحة، بل هناك للأسف الشديد يعني توزيع لميزان ضعف بين مختلف الأطراف. هل نعرف على وجه واضح ربما ولاءات وهويات هذه الجماعات المسلحة غير الجيش حفتر أو القوات التابعة له، القوات التي تعلن ولائها للحكومة الوفاق الوطني، الجماعات الأخرى منها هذه التي ربما أعلنت السيطرة على ميناء راس لنوف؟ أكيد أن ليبيا الآن منقسمة بين العديد من الجماعات، بين العديد كذلك من الميليشيات. فنحن نعلم بأنه الآن هناك أزيد من 275 من الميليشيات والجماعات المسلحة التي تنشط داخل ليبيا، إضافة إلى القوات التي هي قوات منضوية تحت يعني اللواء الذي يقوده خليفة حفتر أو تلك التي تعتمد عليها حكومة الائتلاف الوطني، حكومة السيد سراج. فبالتالي نحن أمام مشهد ليبي يعرف توزيعا يعني على مستوى رقعته الجغرافية لمختلف الجماعات، وكذلك حضور لأعداد متنوعة من الجماعات، فمنها ما هي تابعة لقبائل أو منها ما تتبع لمناطق أو تتبع لمدن أو لجهات جهات سياسية. ثم نلاحظ بأن يعني هناك يعني خليط في هذه الجماعات. إذا كانت مختلف الجماعات خاصة يعني بعد هزيمة داعش في سرت وبعد إنهاء هذا الوجود في هذا الشريط المتوسطي، أن هناك قرابة 5000 من المقاتلين الذين كانوا ينضمون تحت لواء داعش يعني توزعوا في مناطق أخرى بالأساس في الجنوب وفي مناطق أخرى، والآن يعني تظهر من خلال هذه الجماعة بأن هناك عودة لجماعات جديدة بربما نفس قوة الضرب وبنفس الأساليب. ولكن في ظل هذا الوضع، عفوا على المقاطعة، أنت تتابع الشأن الليبي ولعلك ربما صادفت أكثر من مرة في التقارير التي ربما يتم تداولها على الإنترنت وغير ذلك مراكز الأبحاث أيضا، كان النظر موجه إلى خليفة حفتر
كأنه رجل الشرق والكاريزما العسكرية الوحيدة في المجال الليبي التي ربما كان يعول عليها البعض أن تفرض الأمر الواقع وأن تمسك بزمام السلطة. هل فقدان هذه الموانئ النفطية اليوم ربما يدحض هذا التوجه؟ للأسف أن ورقة ربما خليفة حفتر كانت الورقة التي عطلت مسيرة حكومة السيد سراج، وربما أنه يعني اتفاق الصخيرات وضعت في طريقه الكثير من العراقيل ربما سبب ما اعتبره يعني خليفة حفتر عدم اعتباره الرجل المحوري ورجل المرحلة. أكيد أن يعني ولاحظنا بأن قوات خليفة حفتر تدخلت اليوم، والطيران كذلك التابع له تدخل اليوم في هذه المنطقة، وأنه يسعى لاسترجاع تلك المناطق. ستعرف المنطقة والمينائين والمنطقة معهما يعني أكيد يعني معارك طاحنة قد تكون لقوات خليفة حفتر القوة لاستعادة يعني هذه الموانئ. أكيد بأنه الآن أصبحت هناك رمزية كبيرة لهذين الملاعين وضرورة بالنسبة لخليفة حفتر في استرجاعهما، ولكن في جميع الأحوال وإن كان يعني خليفة حفتر قد سعى إلى فرض نفسه كرجل المرحلة والرجل الذي سيبني ليبيا المستقبل، لا أعتقد بأن هذه العملية يعني سيخرج منها بدون خسائر وإن كانت قليلة. من يملأ الفراغ العسكري؟ جميع التقارير كانت تتحدث عن افتقاد ليبيا ربما إلى كاريزما عسكرية، إلى قيادة عسكرية توحد الجيش في ليبيا. وما موقع حكومة الوفاق الوطني في ظل كل هذه التطورات؟ هل هي متجاوزة؟ أعتقد بأنه النقطة الأولى يصعب الحديث عن جيش ليبي للأسف الشديد. يعني ما افتقدته ليبيا هو وجود جيش، كل ما هنالك الآن هو أن هناك بقايا من النظام السابق، من كتائب النظام السابق، وكذلك الميليشيات المسلحة التي ظهرت خاصة بعد يعني انهيار نظام القذافي. نتبع جميعا ونسجل جميعا بأنه يعني في المرحلة التي عرفت فيها ليبيا الصراع ضد نظام القذافي، عدد الميليشيات التي كانت حاضرة في الميدان لم يكن يتجاوز 25 من الميليشيات، وهي الآن تتجاوز 270 من الميليشيات. فبالتالي العديد من الميليشيات ظهرت بعد انهيار النظام القذافي. والآن ما هو يعني ظاهر على يعني على الميدان وعلى الساحة هو أن البلد موزع بين العديد من يعني من القوى، والبلد موزع بين العديد من الشرعيات بين قوسين، ولا يمكن الحديث عن إمكانية للخروج من هذا الوضع بدون توافق بالأساس بين برلمان طبرق، بين حكومة السيد سراج، وبين خليفة حفتر. وهذا يتطلب كذلك أن إخضاع جميع الميليشيات، وبالتالي دخول ليبيا برمتها في مرحلة جديدة. أعتقد بأن بحاجة إلى الصخيرات رقم 2 التي ربما سيتمكن الليبيون من خلالها من إصلاح بعض الأعطاب، ولكن الأجندات الإقليمية والأجندات المجاورة للأسف الشديد تعمق الجراح الليبية. مع ذلك كل هذه الشرعيات تتصارع حول النفط. يقول البعض من يربح أو يسيطر على الموانئ النفط يربح المعركة. والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ربما لا يبدو موقفها واضحا، تتعامل أو ربما تتبنى موقفا إيجابيا تجاه من يسيطر ومن يحكم السيطرة ويكون له النفاذ على الأرض. هل يمكن أن نتصور تطورا في هذا الموقف، موقف المؤسسة الوطنية الليبية، وكيف يؤثر ذلك على
إنتاج ليبيا من النفط؟ لا أعتقد بأنه يعني يمكن أن يتطور الموقف، ستستمر في نفس الموقف المتذبذب، ولتكون في كل مرحلة مع القوة يعني الطاغية. أكيد بأن الآن يعني الإنتاج النفطي والتصدير النفطي الليبي هو في يعني مستوى يعني داني جدا، وبالتالي لا يرقى إلى ما يمكن لليبيا. كان تقريبا 700,000 برميل تماما، وبالتالي هو يعني رقم هزيل او رقم يعني لا يصل الى الانتاج الحقيقي لليبيا. ثم يعني ما يلاحظ الان هي الصعوبات التي لهذا البلد في يعني في اقامه علاقات جديده وخاصه يعني ثابته مع العديد من الاسواق. ثم هناك الاشكاليه المرتبطه بالجانب الامني وبتدخل الكثير من الأجندات الإقليمية والدولية في ليبيا. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات الدكتور محمد بن حمو، رئيس الفيدرالية الإفريقية للدراسات الاستراتيجية، على كل هذه التوضيحات والمساهمات، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. إلى اللقاء.